ويسعد مساءكم يا حلوين، وعلى الحلو كلنا متهنيين. يا مساء الهنا ويا مساء السعادة، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا في احسن حال ان شاء الله. النهاردة فيديو جديد وسيدة جديدة، سيدة النهاردة سيدة كده كلها حاجات كده تفوق. وعايزة اقولكم ان فيديو النهاردة بجد اجمل من رائع، فيديو كله كده حاجات انا متأكدة ان هي تعجبكم، وبناء عن طلبكم وبشكركم من كل قلبي طبعا على مدى تفاعلكم معايا الفترة اللي عدت. فربنا يديمكم نعمة في حياتي ويخليكم ليا، ويديمكم كده نعمة على طول على طول على طول. تعرفوش انا قد ايه بحبكم، وقد ايه قلبي كده دايما بيبقى ميال ليكم. يلا بينا كده نذكر الناس الجميلة اللي علقت لي او كتبت لي في الكومنتات الحلوة في الفيديو اللي فات. وعدتكم ان انا هظهر الكومنتات بتاعتكم في الفيديو الجاي اللي هو النهاردة، وكمان مش بس كده، الفيديوهات الجاية برضو هظهر كل الكومنتات. يا ريت تكتبوا لي تحت في الفيديو اسمك، وكمان انت من دولة ايه، وهتلاقيني بقول اسمك في الفيديو الجاي ان شاء الله، علشان ارحب بيكي كده واكرمك زي ما انت كده بتتفرج عليا وبتتعبي نفسك كده وبتكتبي لي كومنت محفز، فانا لازم طبعا اديكي حقك. طبعا ما تنسوش دعمكم ليا باللايك النهارده، عايزه لايكات كتيره بقى للفيديو، وكمان الفيديو بجد حلو جدا جدا. وعايزه كمان لو انت اول مره بتشوفيني من خلال الفيديو ده، اكيد يساعدني وجودك معايا واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس على الكل علشان يوصلكوا كل جديد مني. كملوا الفيديو للاخر، بجد فيديو حلو جدا كله افكار رائعه، ان شاء الله هتعجبكم وانا متاكده ان هي تعجبكم. واول حاجه زي ما انتم شفتوا هي غرفه الدريسنج، او بدات بغرفه الدريسنج، تنظيف الغرفه بدأت بيها كده. نظفت كل اللي في الغرفة بالنسبة للدريسنج ذات نفسه او الدولاب، حطت فيه كل الهدوم. وبعد كده هتبتدي ان هي بقى لمعت الأوضة، بعد كده هتبتدي ان هي تعمل التسريحة او السراحة. الناس الغالية اللي معايا الامارات اللي هم قالوا لي يا رودي انت تعبانة وصوتك باين عليه، والله العظيم انا من يوم ما تعبت الفترة اللي عدت دي لو تفتكروا، وما قلت لكم ان انا اخدت دور برد جديد، عايزه اقول لكم لحد النهارده انا لسه بعاني منه، ولسه الاحبال كده عندي مش مظبوطه، وتحس ان هو صوتي رايح. فقلت لي كتير يا رودي حطي ينسون مع شمر، وفي ناس قالوا لي مش عارفه ينسون مع حاجه تانية كده. فربنا يخليكم ليا ويجازيكم كل خير ودمكم نعمه في حياتي. والله انا بعمل فعلا كده وبشرب سوائل كتير، ولكن مش عارفه بقى هو الدور البرد المره دي طول قوي معايا. يعني انا يعني ما بيجيلي دور برد يعني ما كانش بيطول معايا التطويله دي، المره دي مش عارفه في ايه كده. فيلا الحمد لله والشكر لله، ربنا يا رب بس يدينا الصحه ونقدر كده نقف على رجلينا ونعمل اللي ورانا ونشوف اولادنا ويكرمنا ويرزقنا يا رب برزقهم يا رب، اللهم امين كلنا جميعا. يعني طبعا انتوا شفتوا هنا لما خلصت خلاص الدريسنج دخلت على غرفة النوم، برضو نظفتها اخدتها تنظيفة كده، وهي بتميل للالوانات اللي هي الجري، يعني زي ما انتوا شفتوا حتى التنجيد او الكابوتيني بتاع السرير عاملاه برضو لونه جري، فهي بتميل للالوان الغوامق، وده يعني كلامها بتحب الغوامق في الغرفة. هنا برضو ده الكرسي ده بتاع غرفة النوم، برضو اديته تنظيفة حلوة كده زي ما انتوا شايفين بالمكنسة. وطبعا احنا خلينا على متفقين ان المكنسة دي بتنظف كل حاجة وبتشيل اتربة او اي اتساخات من على الكراسي. هي مش بس مكنسة في الارض، لا كمان تقدري انك انت تمسحي وتغسلي بيها الكابوتينيه او القماش على كل حال او السجاد يعني. وبعد كده دخلت على التويلت بتاع غرفة النوم عندها، تبتدي كده ان هي تنظفه برضو وتديله كده تلميعة. هي هنا بتقول ان هي عاملاه باللون الجولد، او حاطة الحاجة بتاعته باللون الجولد. وزي ما انتم شايفين الكابينة او البانيو، هي عندها اتنين، يعني عندها كابينة وعندها بانيو في نفس التويلت، فهتبتدي كده اللي هي تظبطهم او هتديلهم تظبيطة كده زي ما انتم شايفين. وبعد كده بقى تحط الديسبنسر وتحط الحاجة بتاعتها اللي هي بتستخدمها، وتحط الكريمات والعناية يعني بالبشرة او بالبس او بالجسم او الكلام ده في المنظمات، وتحطهم في الدرج. اكيد هنا بقى خلاص كانت خلصت زي ما انتم شايفين،
وبعد كده تعالوا بقى نشوف كمان هنا المفروض السلم ده اللي هو السلم الداخلي، فهي تحت يعني هي بتعمله عشان تنزل على الريسبشن، ولكن تقريبا كانت الاول هتعمل غرفة الاطفال زي ما انتم شايفين. هي بعد ما خلصت التواليت مسحت كده كل الباركيه او كل الارضيات، وبعد كده دخلت على غرفة الاطفال، وهنا دي كانت غرفة الاطفال. رتبت كده الدولاب وطلعت الشتوي نظمته في الدولاب، وكانت جايبه الطبلوهات بتاعتها كتبت عليها وطلعت الاشكال اللي هي الحاجه اللي هي عايزاها، وده تقدروا تحصلوا عليها من موقع بنترست، فبيبقى حلو جدا تقدروا يعني تطلعي الصوره اللي انت عايزاها او تطبعي الصوره اللي انت عايزاها او من على جوجل عادي، وتحطيها في قلب الطابلو وبعد كده تعلقيها او تحطيها، وبتبقى حلوة جدا وكأنك اشتريتي طابلو جديد. هنا بقى هتبتدي ان هي كمان تغسل التويلت بتاع غرفة الحمام بتاعت الولاد. وطبعا هنا كان تعقيم، يعني كانت بتعقم كده زي ما انتم شايفين. احسن حاجة بصراحة المكنسة، يعني المكنسة اللي بيكون فيها البخار دي بجد بتبقى حلوة جدا، علشان يعني التعقيم احنا عارفين طبعا حتة التعقيم بالذات في التويلت والحاجات دي بتبقى شيء اساسي وبتبقى شيء كويس انك انت تعقمي المكان ده، فبيكون حاجة حلوة جدا يعني. ومفروض ان احنا كلنا يعني يكون عندنا فكرة التعقيم دي. طب مفيش عندنا المكنسة دي، عادي جدا ممكن تجيبي حلة كده تغلي فيها شوية مية، او تجيبي الكاتل تغلي فيه حبة مية وتحطيه في حلة، وبفوطة تلفيها على المساحة او تلفيها على الموب، وتبتدي انك انت تغسلي السيراميك بتاعك او تغسلي الكابينة او البانيو او الكلام ده، وهيبقى معاكي زي الفل، وهيديكي نفس الإيحاء برضو بتاع المكنسة اللي هي البخار. عادي يعني احنا ستات بيوت يا جماعة، ونقدر بصوا زي ما كتبت لكم في فيديو قبل كده نصنع من الفسيخ شربات. يعني لو انت عندك حاجة، معنى كلمة الفسيخ شربات ايه بالحق؟ عشان في ناس كتير كانوا دخلوا قالوا لي فسيخ شربات ايه، انت جايبه لنا فيديو حلو وفي حاجات متكلفة وكاتبه لنا من الفسيخ شربات، ايه هو الفسيخ وايه هو الشربات؟ قصدي ايه بقى بالعنوان ده؟ الفسيخ شربات يعني هو الفسيخ. احنا عندنا هنا في مصر ناس كتيرة مش بتحب الفسيخ، وفي الدول العربية مش موجود عندكم الفسيخ ده، فانتوا ناس حبوه من الدول العربية لما شافوه في مصر، فبالتالي لما بتشوفوه عندنا في مصر اللي هو سمكة بتبقى متملحة بس بتبقى حلوة جدا والله يا جماعة. ففي ناس بتقولوا ايه ده قرف، فهو بالنسبة لكم هو حاجة هو قرف، يعني الفسيخ ده حاجة قرف او حاجة مش حابينها. تقدروا بقى تصنعوا منها الشربات اللي هي تقدروا تعملوا منها الحاجة الحلوة. يعني هي كانت حاجة وحشة، قصدي كده بالفيديو ان هي كانت حاجة مثلا وحشة وبتصنعوها الحاجة حلوة. يعني انت لو عندك قطعة ديكور خلاص ما انتش حبيتيها او بقيتي بتقولي عليها خلاص بقت وحشة، خلاص تقدري انك انت تشيليها وتعملي منها شربات، تعملي منها حاجة احسن، تعملها اعادة تدوير، فاهمين قصدي؟ فده الغرض من فيديوهاتنا، ان احنا نعمل اعادة تدوير للحاجة بتاعتنا كده دايما، ودايما تكون عندنا الحاجة تكون يعني عايزين ننظف بيوتنا كده، ويكون بيوتنا دايما يكون فيها تكنولوجيا وفيها عصر حديث بافكارنا احنا، يعني نقدر نعمل كل حاجة بافكارنا احنا. وبما ان بقى الموب اللي هي ماسكاها دي عايزة اقول لكم ان هي حلوة جدا، انا كان عندي منها زمان بس للاسف ان هي ما كنتش بستخدمها، يعني انا ما كنتش بستخدمها، كنت جايبها في حاجاتي او في جهازي بس، كانت عندي الموب بس من غير الباسكت بتاعها، يعني كان فكرة الموب عندي ولكن من غير الباسكت، ففضلت سايباها فترة يعني ايه هنقول مثلا 4 سنين او 5 سنين من بعد جوازي ما استخدمتهاش. وفجأة جيت في مرة قلت ايه، طب انا سايباها، طب هاتي ما اشغلها كده او استخدمها، بمسح بيها مرة لقيتها الاسفنج ده بيبقى عبارة عن اسفنج كده، اللي هي الحتة اللي هي بتمسح بيها دي عبارة عن اسفنج كده، لقيتها بتفرط خالص، يعني الاسفنج بتاعها بينزل خالص، بصراحة كانت باظت معايا. ولكن اكيد يعني
اخدت وقت معايا، وماركة عن ماركة بتختلف. ووقت انا سايباها زي ما قلت بتاع 4 سنين ولا حاجة او 5 سنين، وحط قبلها سنة مثلا كنت جايباها في شواري مثلا او في جهازي، فلا قعدت كتير. فطبعا كان ليها حق ان هي تبوظ من غير ما تستخدم او تتبل مية او كده، يعني اكيد كل حاجة لها عمر افتراضي يعني. بس فالحمد لله، فانا بالنسبة لي هي حلوة مش وحشة، لان انا زي ما قلت لكم انا استخدمتها مرة، يعني هي مرة واحدة بس المرة اللي انا استخدمتها فيها لا كانت بجد بتشد المية خالص ومتخليكيش اي مية في الارض. يعني لو انت كاتبة حبة مية في الارض وبتشديهم بيها هتتشد معاكي، كانت حلوة بصراحة. بس زي ما قلتلكوا هي ما كانتش بس عايشه معايا. وطبعا بقى هنا وصلنا لترتيب المطبخ او لتنظيم المطبخ. واول حاجه بدات بيها زي ما انتم شايفين هي الادراج وادراج المعالق. هتبتدي كده ان هي تنظمها، طلعت كل المعالق اللي هي السيلفر وحطت مكانها المعالق اللي هي الجولد، وكمان المعالق السيلفر هي كمان حطتها، بس هي سابتهم كده للاستخدام اللي هو العادي، ولكن الجولد للضيوف. وهنا كمان الكاسات او الاطباق هتبتدي كده ان هي تطلعهم زي ما انتم شايفين على الرخامة علشان تمسح الادراج، وفي نفس الوقت تنظم الدرج يكون شكله منظم كده ويكون شكله حلو. ناس كتيرة ممكن تقولي برضو يا ريت طب هي الدنيا عندها نظيفة ايه اللي يخليها مثلا ان هي تعمل حاجة زي كده او تشيل وتحط. لا احنا ممكن نكون في التصوير، بص يا جماعة احيانا في التصوير بيظلم، يعني ممكن يكون عندك قطعة ديكور شكلها حلو جدا او المكان اللي انت حاطة فيه الحاجة شكلها حلو. انا من حد علمي يعني على تصويري، ممكن يكون عندي مكان ركن حلو او شكله حلو ومتصور حلو جدا، ولكن تيجي تبص تلاقيه لما بيجي الفيديو ينزل تلاقي التصوير ظلمه، يعني هو بيبقى في الحقيقة احلى من كده، فاهميني؟ وممكن يكون عندك حاجة مثلا يكون شكلها حلو، شكلها قصدي لا وسط، فالتصوير بيطلع شكلها جمالي حلو جدا، فاهمين اللي هو لا احنا ممكن نكون مثلا شايفين ان هي الحتة نظيفة، ولكن لا هي طبعا في الاصل بتبقى واقفه مكانها وتبقى شايفه الدنيا عندها عامله ازاي، سواء هي كانت محتاجه تنظيف او مش محتاجه تنظيف ذاتي يعني او تنظيف عميق. طبعا هي هنا عملت الدرج بتاع التوابل، وبعد كده تعمل الخزانه زي ما انتم شايفين. هتبتدي كده هي عامله ادراج في الخزانه، وتقريبا انا جبت لكم سيدات كتير قبل كده بنفس الستايل ده اللي هي عاملة الخزانة او الوحدة تحسوها ان هي ظرفة طويلة عشان طبعا تبقى ماشية مع شكل المطبخ، ولكن تفتحيها تلاقيها من جوه فيها ادراج. فده طبعا الحاجات الجديدة يعني. طبعا هي هنا كانت جايبة من امازون، وممكن تقولوا لي يا روزي امازون مقطع، انا عارفة ان هو مقطع والله، بس انتوا شايفين مش انا اللي جايبة الحاجة دي، طبعا دي بتبقى تابع للسيدة اللي انا منزلها. انا بجيب لكم بس الافكار وانتوا تقدروا تبدعوا بقى تشوفوا الحاجات دي في الاسواق، ممكن على اي مواقع تانية او على صفح الفيسبوك، الكلام ده كله تقدروا انكم تجيبوا الحاجات دي، وبقت موجودة دلوقتي بكثرة يعني، ما عادش حاجة دلوقتي ما عادتش موجودة زي الاول يعني. واخر حاجة هي تعملها هنا هي التلاجة، بما ان كانت بتنظف المطبخ تنظيفة عميقة وتنظيفة نظيفة وكويسة كده، فكانت برضو التلاجة ليها حق ان هي تاخد التنظيفة دي والشتوية الجميلة دي. عايزة اقول لكم ان الجو بقاله كام يوم كده شاتي، والجو بقاله كام يوم يعني مبرد، قولولي كمان عندكم الجو عامل ازاي. احنا عندنا الجو شاتي بقاله كام يوم كده وبس حلو الصراحة. انا مني واحدة من الناس يمكن الساعة 4 الفجر او 5 الفجر كده كنت واقفة في البلكونة اللي هو بستمتع بالشتاء وبالهواء الجميل لوحدي كده، يعني بجد بتبقى حاسة كده بحاجة حلوة في الشتاء. الناس اللي بتحب الشتاء كده زي تكتب لي تحت في الكومنتات، انا من عشاق الشتاء، بعشق حاجة اسمها شتاء بصراحة، خصوصا بقى لما بسمع صوت الرعد، بسمع صوت الستاير، الحاجات اللي بتبقى فيها هوا دي. ممكن تقولي البت دي هبلة دي ولا ايه، بس والله دي حقيقة بحبها جدا جدا، بحس كده براحة نفسية. بس كده حبيب قلبي يا رب يكون الفيديو عجبكم، تكون السيدة تكون عجبتكم، يكون فيديو كان خفيف عليكم كده شوية. اشوفكم الفيديو الجاي، واسيبكم في رعاية الله وحفظه، ومع السلامة.